قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. ومما يحرص عليه أيضا في هذا الجانب توثيق رابطة الأخوة بذكرك لأخيك أنك تحبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. وأنا أسألكم بالله، كم لهذه المحبة والإخبار بها لأخيك كم لها من الوقع في نفسه؟ شيء عظيم. ما جبرته على أن يخبرك بها، لكن قلبه هو الذي تطوع بذلك، وما أخبرك بها إلا وهو صادق إن شاء الله. فإنه ليس ثمة شيء يوجب عليه إلا أنه امتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحدثني بعض إخواننا يقول: كنت في مسجد من المساجد إماما، وكان معنا شخص قد توفي رحمه الله وهو من الحريصين على السنة، يقول: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه وإني أحبك في الله. فالتفت هذا الشخص على يمينه فقال لمن بيمينه وهو يعرفه جماعة المسجد وهم في الصف على مثل هذه التكاية: يا فلان، سمعت وأنا والله أحبك في الله. فانتشرت في الصف يمنة ويسرى، كل واحد من جماعة المسجد يقول لأخيه ذلك. قل الله أعبد مخلصا له ديني.